فين؟ واحد لابس جلابيه وقاعد في مدخل العماره وبيفرك بصوابع رجليه، تفتكر هيكون ايه يعني؟ سفير؟ طب ورسمته ليه الرغي كتير؟ ما تقول اه وتخلص. خلاص اني محجوب، حضرتي البواب وحضرتك عايز ايه بقى؟ كان لازم استاذ يوسف موجود؟ ابقى كداب لو قلت لك مش موجود، بس اني ما اقدرش اقول لك انه موجود. انت اسمك ايه؟ خدامك حاجة. انت ليه ما بتجاوبش على قد السؤال؟ كان عندك مشكلة في المدرسة وانت صغير؟ ولا عمري عتبتني. واضح طبعا. من فضلك عايز إجابة محددة، الأستاذ موجود ولا مش موجود؟ موجود، بس هو مش عايز حد يعرف إنه موجود. بس أنا مش أي حد، أنا الدكتور بتاعه لازم أطلعه. طب ما تكسب فيا ثواب وتدجله على الموبايل. لو الموبايل بتاعه مفتوح ما كنتش تعبت نفسي وجيت يا إور. خلاص دجله على إنتر كوم. ما بيردش. روح اعمل وشي بقى. خلاص أنا جاي معاه. وحضرتك رايح فين؟ اركب اسانسير. اسانسير باي، احنا هنتمشى 8 ادوار مع بعضينا. فشل.